منذ يومين في أحد مساجدنا في تونس صلى معي رجل موظف تونسي في الأمم المتحدة، وقال لي كلاما استحق أن يكون على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل التونسي يعيش في الخارج، موظف في الأمم المتحدة في البعثة التونسية. قال لي: ذهبت إلى تايوان وفيها أقلية مسلمة. قال لي: حين ذهبت إلى هناك انبهرت مما رأيت من أخلاق المسلمين هناك. قال: صليت في المسجد فوجدت الناس يوم الجمعة، يوم الجمعة، قال لي: رأيت الناس جميعا لا يدخل أحد بحذائه إلى المسجد، وإنما هي في الساحة، وليس بالحذاء فحسب بل بالجوارب، كلها تنزع في ساحة معينة. لفت نظري أيضا السيارات، الشارع الرئيسي الذي فيه المسجد الكبير ليس فيه أي تعطيل للسير، وكأنك في يوم عادي ليس في صلاة جمعة. ولا أدري أين وضع الناس سياراتهم، أنا أنقل الكلام نقلا لأنني أعجبت به. وخطبة الجمعة كان عنوانها: الإسلام يشكو سلوكيات المسلمين. فقلت: هذا موضوع جدير بأن يكون عندنا قبل عنده. قال لي: الجميل في الأمر أيضا أنهم يدخلون فيملؤون الصف الأول أولا، وكأنهم طوابع السكر، كل واحد يأخذ 20 سنتي لا أكثر من ذلك، ولم نرى زحاما، وحين يخرجون لا يخرج إلا الصف الأخير وبعده الذي بعده والذي بعده، وآخر من يتحرك الصف الأول. قال لي: رأيت نظافة استغربت منها، وشغف وحب للإسلام. قال لي: أول ما نزلت عند صلاة الفجر فرأيت في المحطة وأنا في المترو مكتوب في المحطة: محطة عمر ابن الخطاب في تايوان. فقلت: هذا حي إسلامي. فنزلت وهرعت إلى المسجد لأصلي الصبح، ووضعت من شدة السرعة والعجلة وضعت الشنط كلها في ساحة المسجد وفيها الجوازات والفلوس، وهرعت إلى المسجد ودخلت بجواربي. فقالوا لي: من فضلك تخرج تنزع الجوارب وتغسل رجليك مرة أخرى. قلت: حاضر، من أجل نظافة بيت الله، ومن أجل الشياكة، ومن أجل النظافة، ومن أجل المبدأ الذي أنتم عليه هذه السلوكيات العالية. قال لي: تأخرت زوجتي في الخروج إلي، وصلى معها 4 نسوة أو أكثر في المسجد، فقالوا لها: أنت من أين؟ قالت لهم: أنا من تونس. قالوا لها: أنت عربية؟ أسمعين سورة البقرة، سورة البقرة. فقلت لهم: أنا لست متخصصة. قالت لهم: لست متخصص. إذا قرأت لهم صفحة أو صفحتين من القرآن وهم يستمعون إلى عربية تقرأ القرآن باللغة العربية، يستمعون إليها ويتباكين ويبكوا، لأنها إنهم يسمعون القرآن من عربية، نعم، حفيدة من أحفاد سيدنا محمد. قالوا: أنتم العرب أحفاد رسول الله، أنتم أبناء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال لي: يوم الجمعة ما رأيت اكتظاظا ولا تعطيلا لحركة السير. سبحان الله، لما حدثني هذا الحديث وقع في قلبي لأقوله لكم. وقال الموضوع الخطبة: الإسلام يشكو سلوكيات المسلمين. وقال للناس: أتدرون متى سينتشر الإسلام بالعالم؟ أتدرون متى؟ قال: نحن فرحنا بهذه البشرة، فرحنا بها. قال: حين تتحسن سلوكياتنا في المسجد أولا،
وهم على هذا الذي هم عليه من هذه السلوكيات العالية الراقية وهذه الأداب العالية، ومع ذلك ما زال يلومهم. فقلت أنا أيضا نحن جديرون بهذه النصيحة، جديرون بهذا العنوان، لأنني في الأسبوع الماضي جاءني رجل من جيران المسجد قال لي: من فضلك يا مولانا تقول للناس ما يسكروش الطرقات. قلت له: إن شاء الله، وعزمت أن أطلب من حضراتكم ألا نعطل السير، اجعل سيارتك كيلومتر امشي، 2 كيلو امشي، لا تعطل السير، لا تعطل السير أبدا، ولا تجعل الجيران يتضورون من يوم الجمعة يقولون ستتعطل مصالحنا يوم الجمعة، ولا نكون مصدر قلق أو ثقل لأحد. أهل المساجد هما مصدر الخير والعطاء واليمن والبركة، ويا ليت هذه النصيحة تنتشر في جميع مساجدنا، أن نغير من سلوكياتنا في جلوسنا في لبسنا. على أنه زارني عالم من علماء تونس في مسجد الحي فقال لي: وأنت أيضا في الحي يلبسون الشورت؟ قلت: نعم. قال لي: أنا أنهى الناس عن لبس الشورت، أنا مشمئز من الشورت هذا الضيق، الشورت الذي يكون ضيقا إلى الركبة دعه إلى نصف الساق لا مانع، لكن الشياكة يوم الجمعة مطلوبة، الشياكة في بيوت الله مطلوبة. قال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. اللهم اهدنا فيمن هديت.